السلام عليكم بنات، كنت لاباس عليكم؟ لاباس تكونوا في خير وعلى خير، اموركم احوالكم طيبه، مبروك عليكم رمضان بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو، ان شاء الله تدخلوا عليكم علينا بالصحه والسلامه وبكاع داكشي اللي كتمنوا. هاد الفيديو ديال اليوم كنت اولا نديرها مي ملي بغيت نصيب هادشي ديال الصحه قلت علاش لا، هاد اليومات شو موتيف التصوير ديال اليوتيوب، دونك نسيت علاش لا نصور لكم هكا واحد الوصفات خفاف ظراف، بما ان الفيديو اللي صيبت لكم سورتو وحده اللي صيبت لكم المره اللي فاتت على الوصفات اللي دغيا سيتي خفيف ظريف عجبكم بزاف، دونك قلت الا قدرت هكا مره نبقى ندير معكم دي بارطاج على هاد المنوال. سميت جبت هاد المنوال هادي دونك كما شفتوني دابا لابسه عبايه، نقلا اول مره غنلبسها لا عبايه هكا مفزوج هكا زعما اماراتي اول مره، بغا ندوزو المعقول دابا ندوزو الشهيوات، المهم غيكون خفيفين ظريفين ما يكونش فيهم بزاف، غنديرو واحد الشهيوات اللي غيشدو لينا هكا ناخذوهم في السحور ويشدو لينا، اللي غنبداو بالكريات المهم لي بول دينيرجي كرات الطاقه، انا ما درتهمش على شكل كره، درتهم على شكل دي كوب هكا كيتبدل المنظر ديالهم، كنت شفتهم شحال هادي عند واحد لابلوغوز تونسيه وعجبني، دونك جو مسبيتي علاش لا غنبروديهم ونوري نبارطاجيهم مع المتتبعات، ضحكنا هاد المتتبعات قلت نبارطاجيهم مع الناس اللي كيتبعوني سا تروف شي حد تعجبو. دونك بغيت نقول لكم باش غنخدم العجينه ديال التمر غنخدم بها، دونك غنخدم بها العجينه ديال التمر، تقدر تخدم اي وحده اخرى ولا من الاحسن كاع الا قدرتو تاخذوا التمر وتبخروه وتقشروه وطحنوه الا عندكم الخاطر الوقت كان احسن، انا خدمت غير بهذه العجينه هذه، دابا بغيت كناخذ وحده اخرى سميتها اصيله ولا مغاربيه ما لقيتهاش، سميتها هذه فاشمون تاهي زوينه. ندوزو دابا نبداو باول وصفه، غنبدا بعدا كاينه باللوز نحمرو ونطحنو، زدت حتى شويه ديال الجنجلان حتى هو طحنتو حمرتو وطحنتو، وزدتو مع هاد لابودغ ديال ماشي لابودغ ديال العجينه ديال التمر وشويه ديال الزهر، تقدرو ديرو اللي بغيتو، تقدرو ديرو حبوب الشيا، تقدرو ديرو الكركاع، انا درت غير اللوز والزنجلان وشويه القرفه والزهر، المهم هذا هو اللي باش جمعت به هذيك العجينه التمر. هنا غادي نبدا باول حشوه اللي هي غادي نديرها بازيك مغربيه، هي غادي ناخذ داك اللوز المقلي اللي صيبت معكم وغادي نغوبي بالوريقات ديال سميتو ديال الورد اللي كنلقاهم، بالنسبه للناس اللي غيسولني كنلقاهم عند واحد التركي راه كيتباعو عند البازارات كاملين، داك ماشي زعما كاينه موجودين ماشي شي حاجه اللي غابره، انا التركي اللي كناخذ من عنده سميتو جود برايس كاين في كولومب، غنخلي لكم السميه ديالو ولادريس في لا ديسكريبسيون في داك لا بار دانفو، المهم هادو كيجيو على هاد الشكل دوك لي غوز سيشي ولا الورد البلدي. دونك غادي نبداو غناخذوا هذيك العجينه ديالنا ديال التمر، كيف ما شفتوا راني كما قلت لكم خلطت معاها اللوز والزنجلان والزهر وشويه ديال القرفه، نتوما تخلطوا مع داكشي اللي بغيتو. بوغ اونغوبي غنحتاج الشوكولا بلون، علاش درتو بلون؟ باش الالوان اللي غادي يكون هكا الورد ولا البيستاش يبقاو بانيليا، تقدروا ديروا شوكولا نوار، المهم انا غير اقتراحات. فوالا غنحاول نبسطها بايديا مزيان، نديرو حتى انا شويه ديال الزهر باش هكا يعاوننا باش ما تلصقشنا في يدينا، وغادي ندير وسط منها لوزه هكا غري، تقدروا ديروا العقده ديال اللوز كاع وديروها، انا بريفيرت هكا زعما فضلت اني ندير غير لوزه غري هكا كنحاولوا نخدموها باش تعطينا مكعب، تقدروا ديروها دائره، غير انا كيف قلت لكم عجبتني لا غوسيت اللي درت هذيك البنت التونسيه هكا مكعبات جا الشكل ديالها زوين، سواء تخدموهم بيديكم سواء مول هذا المول اللي كنت بارطاجيت معكم الى عقلتوا فاش بغيت نصيب هذاك سلو، دونك هذا هو الشكل اللي غادي يجينا مكعبات بحال هكا، نحاولوا نشكلوا المكعبات ديالنا كاملين بحال هكا باللوز معمر من الداخل، ومن بعد غادي ندوزو نذوبوا واحد شويه ديال الشوكولا بلون، علاش اختاريت انا هذيك لا مارك؟ لحقاش ما كتعذبكش، حيت كاين واحد الشوكولا ابيض اللي كيعذبك في الخدمه، دونك هذه راه دغيا كتذوب، وكنحاولوا هكا نغوبيها نسقطروها مزيان وغندوزوها. انا هنا عندي الورد البلدي، نتوما تقدروا ديروا مثلا اللوز مهرماج، تقدروا ديروا الزنجلان اللي بغيتوا، المهم هذاك اللوز البلدي كتحاولي هكا نفرتو بيدي باش ما يجيش غليظ، باش يجينا هكا رقيق، صافي في الماكله ما كيجيكش راه كثير بزاف، صافي غادي ندوز هذاك المكعب ديالي في هذا اللوز هكا، نحاول نعمرو من كاع النواحي ونخليه يكرم على خاطر الشوكولا بلون دغيا كيلصق وكيجي المنظر ديالو سورتو المنظر زوين، اما المذاق كاين اللي ما عندوش مع كاين اللي ما عندوش مع هكا ياكل ورد سيشي، مي زعما راه كيتكال مع التمر كيجي زوين. صافي غنكمل الكميه اللي بغيت ديال اللوز كامله بحال هكا ونحطهم ونخليهم ينشفوا، وندوز للحشوه الثانيه اللي غادي تكون بيستاش، هنا هرمشت واحد شويه ديال البيستاش اللي حتى هو خديته من عند هذاك التركي جود برايس، هرمشتو على هذا الشكل هكا، وهنا عندي لاباط ديال البيستاش، سواء تقدروا تقادوها ولا تقدروا تشريوها، انا هذه كيف قلت لكم ديال الاتراك لقيتها عند هذاك التركي، المذاق ديالها زوين وما حلوهاش هادشي اللي زوين فيها، دونك غنوريكم دايره بحال شكل ديال نوتيلا مي هي ديال البيستاش. صافي من بعد غادي نحاولوا نبسطوهم كيف ما
وريتكم في الطريقه الاولى. المهم كاملين الكريات غندير لهم هذا الشكل هذا، كنبسطوهم هكا مزيان وغنعمرهم هنا بشويه ديال هذيك لاباط ديال سميتو ديال بيستاش، وغندير وسط منهم بيستاشة وغنحاولوا نجمعوهم على هذا الشكل هذا تتعطينا مكعب. حاولوا ما توركوش عليها بزاف باش ما تخرجش لكم هذيك لاباط ديال البيستاش. المهم كنحاولوا نشكلوه على شكل مكعب اللي يكون في نفس الحجم ديال المكعبات اللي صايبنا قبل. المهم انا كنعاود نصايبها معكم هنا بطريقه ثقيله باش تبان لكم. هكا كنجمعوا كل شيء، ومن بعد ملي كيتجمع كنحاولوا نشكلوا كيف قلت لكم المكعب ديالنا. وديما بنفس الطريقه هذاك الشوكولا بلون اللي كنكونوا مذوبين كنغوبيو به المكعبات ديالنا وغندوزوهم في البيستاش هاد المره هادي. صافي حتى غادي يشد كلشي وغنكملوا كاع المكعبات ديالنا ديال البيستاش على هذا الشكل. ومن بعد غادي ندوزو الحشوه الاخرى اللي غندير معكم الثالثه، غادي نديروها بسبيكولوس. دونك سبيكولوس غادي ناخذو، انا خديت هاد لاباط ديال سبيكولوس اللي خديتها من تركيا، هذه ديال الاتراك. مي تقدروا تاخذوا، راه كتبعنا حط لكم التصويره اللي كتشاف في المحلات. وهنا عندي البسكويت سبيكولوس اللي طحنتو على هذا الشكل هذا. وفحال ديما نفس الطريقه ناخذ عاوتاني الدوره ديال التمر، غادي نحاولوا نبسطوها على شكل سيركل اللي يكون رقيق، ونعاود نعمروها بلاباط ديال سبيكولوس. هنايا راه ثقلتها باش تبان لكم، نعمروها ونجمعوها اي باغي ندوزوها في الشوكولا، نعاود ندوزوها في البسكوي سبيكولوس. صافي هنا الحشوه الاخرى ولا الحشوه الرابعه هي بونتي. خديت شوكولاطه عادي ديال بونتي هذا اللي فيه الكوك الداخل وعمرت به الداخل، وتا هو عاوتاني دوزته في الشوكولاط بيض ودوزته في الكوك. هذه ديال بونتي فريمون كتجي زوينه ليز عليه الكوك بالحق، كتجي المذاق ديالها زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال المكعبات ديالنا ديال الطاقه. المهم هذوك يقولوا لي نورمالمون لي بول انرجيتيك ولا لي كوب انرجيتيك. دونك فوالي فوالو. نبداو بالكنافه، انا غادي ندير غير نص ما نديرش كيلو كامل، هذا فيه شونس كيلو. دونك غادي نقسمها على جوج وغادي نحاول ندوزها في ثيرموميكس، هو اللي غادي بحال لي ماشي كاع يطحنها مي يعاونني فيها حسن ما نبقى نقطع فيها بيديا. من بعد ما طحناها شتو مرة ما كتطحنش زعما بحال اللي كيقطع علينا كيعاوننا في التقطيع. هنا عندي شويه ديال البغنوازيت ما صفيتوش، خليت فيه داكشي باسكو كيعجبني هذوك الطريقه اللي كيبقاو بغيت تصفيو تصفيو. دونك غادي ناخذ، انا غادي ندير منهم شويه في هذا وشويه غادي ندير جوج ديال الكنافات مويه. انا نوريكم المول اللي غندير فيهم كيعجبني القياس ديالهم كيجي زوين حتى هو هكا. هادو جوبونس غنديرهم للسحور والاخرين نديرهم يبقاو للفطور وداكشي. وغادي نبدا هو الاول، غادي نحاولوا نديروا هاد الزبده فوق من هاد الكنافه. نحاول ندخلوها فيها كامله في الزبده، الا خاص راه نزيدو. انا درت هنا واحد ربع ديال الزبده كامله، راه باقي عندي الاخرى تماك. انا كتعجبني هاد البغنوازيت في الكنافه كتعطيها كتزيد لها واحد المذاق زوين. مي بغيتو ديروها غير عادي تقدروا ديروها غير عادي، غير هو ما يبقاش فيها الماء كاع. صافي من بعد ما حسينا بها بلي راه فيها الزبده مزيان غندير واحد طبقه. نجيب واحد فحال زليفه تكون نقيه ونبركو عليها مزيان من تحت، كتشد فراسها مزيان. الا بغينا بقى شي خوا نعمروه. انا الطريقه اللي كندير ديال الكنافه هي اني ملي كندير ديك الطبقه الاولى كندخلها الفران واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد كنخرجها نكمل بها الخدمه. تقدروا ديروها غير فحال هكا ودير لها الفرماج ولا ديروا فيها القشده ولا الفرماج ولا باش بغيتو تعمروها وتدخلوها. مي انا بيرسونيلمون جو بريفير انها باش كتجيني فريمون مكرمله ديال بصح هادي كتدخل واحد غير واحد شويه على ما كتشد شويه اللون، نزيدو فوق منها الفرماج عاد نزيدو الطبقه الثانيه. غادي نكملو هاد ميني كنافه ديالنا الاخرين حتى هما على ما تشد لينا الاخرى شويه اللون.
نفس الطريقه غناخذ واحد الكويس ونحاولوا نوركوا عليهم هكا باش كيتشدوا مع بعضياتهم. وانا ما عنديش فكر في المجال الكنافه والكاتوش، غادي ندير غير ريكوتا والموزا نخلطهم وغادي نديرهم في القلب ديال الكنافه ديالنا. كما كتشوفوا راه ما خليتهمش يتحمروا كاع، مثلا غادي يزيدوا خصني غير لداخل شويه نشف، ما بغيتش يبقى ليا هكاك واقف. مي راه هي ماشي ضروري، تقدروا ديروها غير بحال اللي بحال الماء العاديه، ديروها تتعمروها عاد تدخلوها للفران. هنا غادي نبداو بالريكوتا، ندير واحد اون بون بارتي هادش. علاش سميتو كنديروا الريكوتا بحال هكا؟ بيان سور الا ما كانش الفرماج ديال الكنافه، حيت درتي ما عرفتش انا كتجيني الا درت غير الموتزا بوحدها كتجي ساخت، كتعطيك ديك اللعيبه ديال زعما كان راهو الاستيك تجريتو، ولكن ما عرفت ما كتجينيش ديك كاينش ديك لا بارتي كريموز. ريكوتا لا ريكوتا كتخليك تحسي بداك المذاق ديال لا كريم، والموتزا كنديروها باش تعطينا ديك التجبيده ديال الفرماج. كنحاولوا فحال هكا جناب نخليهم دابا مع التحتاني سخون فحال هكا يسيح ليا جناب نخليهم خاويين، غنزيدو فوق منهم ملي باش فحال تلصق لينا مع الفوقانيه مع التحتانيه، ما نخليوش الفرماج منين يخرج من الجناب. ما عرفتوش فهمتوا ولا لا؟ راه صافي نقول لها بدا عندي رمضان وليت اش كنعرف نهضر. صافي نكملو تاني هذيك الكنافه اللي مدهونه بالزبده، نبداو نديرو هكا من الفوق. عرفتي انا بقيت بها بيتي برسطاتني في الشقه، هكا نحاولو نغطيو كلشي. المهم هي روينتي هاد الكنافه ملي كتجبديها كتجدمك، كتولي بحال شكل ديال الكسكسو باش تكوني كتصايبي خصك تبقاي خدامه وتمسحي. ها هو معمرتهم كلهم هذوك الصغيرين بالريكوتا والموتزا كيف قلت لكم، ودابا غادي نبدا نغلفهم حتى هما بلا ميم فاصون، نزيد فوق منهم هذيك الطبقه الاخرى. بعد ما خرجتهم هكا بعد ما تحمروا، المهم داكشي كيبان لكم بحال هذوك الطريفات ديال الزبده. كيف قلت لكم انا ما عنديش القطر، غندير العسل سخنته شويه وغنديروا فوق منهم هكا تيشربوا مزيان ما حدهم باقي سخان. هنا طحنت واحد شويه ديال البيستاش غنديروا من فوق منهم. فوالا الكنافة ديالنا هما حطيتهم في هاد البسلات هادو فحال هكا، درت فوق منهم هاد لي كلوش هنايا وهادوك المكعبات اللي تكلا منهم في السهرة تكلا وشي لاخر تجمع في هاد البواطة هادي. دونك جيسبيغ تكون عجباتكم هاد الفيديو وتكونوا استفدتوا منها بحال ديما. سيغ سي نقول لكم نهاركم مبروك و تخي بيانتو في نوفيل فيديو ان شاء الله.